المدارس الخاصة كنا ننتظر منها أنها تقدم البديل، فها هي تطبق حرفيا ما يسمى بالمنهاج الوطني وهو ليس بوطني، وها هي تطبق حرفيا كتب بالفرنسية، برنامج فرنسية غير موجود في فرنسا، برنامج خاص لفرنسية الجزائر للأطفال الجزائريين، أي حتى يحصلوا على أطفال في كيف أقول في عتبة، ما يدباس با ان سيغتان سوي، يكونوا فقط مستهلكين بالفرنسية ولا يكونون علماء بالفرنسية. الهدف ليس العلم الفرنسي، الهدف من هذه المدارس الاستهلاك بالفرنسية فقط. Que les enfants préparent des consommateurs, on ne prépare pas des personnes qui peuvent rejoindre les élites françaises. L'île SF Chadid.